احنا هنا في مقبرة تي، احد المسؤولين عن اهرامات ابو صير ومعبد الشمس، وحنلاقي في مظهر مقرر جدا في المقابر هو مظهر السيدات اللي بتمثل اقاليم مصر. هنلاقي مكتوب هنا تي، وهنا المدينة، رمز المدينة اللي كان موجود في الكتابة الهيروغليفية. هو عبارة عن دايرة وجواها اكس بترمز عن المكان. وهنلاقي مكتوب فوق اسم تي، وكمان الألقاب اللي كان معروف بيها، لأن كان عنده ألقاب كتيرة جداً. المصري القديم كان ليه أسلوب مميز جداً في كتابة أساميه، وكان بيستخدم نوع من أنواع الرموز يرسمها بعد الاسم علشان يبين مكانته الاجتماعية، زي هنا هنلاقي تي ووراها نبيل جالس على الكرسي، فنقدر نعرف منه أنه هو واحد من أكبر الناس اللي كانوا شغالين في مصر القديمة.